يا للروعه المغامره الشديده حبايبي كرام، مثل ما انتم شايفين نزل حدث من شوي اسطوري شباب، مثل ما عم نشوف مع بعض عنا بربر جديد شباب بي ناين جديد حبايبي. بقبل ما نبلش المقطع يا اساطير لا تنسوا تصلوا على حبيب محمد عليه الصلاه والسلام، وخلينا ندخل يا حلوين لنشوف شو في ما في شباب كثير متحمس معنا وقت شباب يعني لوزلوس. ندخل يلا خلينا ندخل على الحدث حبايبي ونشوف الاوضاع وشو هاد موجود. ايه تمانو هذا شو هاد معنا عندنا هون المغامر الشديد، المغامره الشديده ولا ما اعرف شو اسمها شباب. المهم anyway انا بالنسبه بي 90 شباب عندنا معدل اطلاق نار واحد والمدى واحد والمخزن الذخيره مش مهم عادي، بس فيه السلام عليهم وفيه مدى شي يعني خاصيتين حلوين حلويتين يعني حلو حلو, حلو حلوين حلويتين حلوين لوزيين معلم لوز اللوز. عندنا بالنسبه للبربر شباب بربر جديد عندنا سرعه الحركه ناقصه عادي ما في مشكله شباب بسرعه الحركه، يعني نحن ما نمسك البربر نمشي من الاول خريطه لاول خريطه المهم حبيبي والله. عندنا المغامره ايكو انا قاعد تعبي يعني سرعتي قاعد تعبي يا شباب سرياب زائد واحد، وعندنا شباب فيه الدقه يعني دقه فهمتوا علي يعني تضرب وان شوت بكل دقه حبيبي والله. بس شيء مو عاجبني شباب بهالسلاحين انه فيهم فقط يعني ثلاث ميزات يعني ميزه واحده، يعني بالعاده بنشوف نحن مش ميزتين وناقصه. لا شو شباب رح نجرب ونشوف حبايبي نو بروبلم. اوكي انا هنا الخلطه قبل ما نخلط في كثير شيء مهم حبايبي كرام، نزلت لكم مقطع اسطوري على قناتنا الثانيه شباب يعني شيء لوز اللوز، روحوا شوفوه. وقف هون بالعاده بتخربط شباب بالعاده بعمل هيك، لا روحوا شوفوه حبايبي مقطع الصوره حتلقوا رابط تحت بالوصف، روحوا شوفوه اعطونا رايكم اذا ما حلو قولوا عليكم ما حلو. قولي نرجع لهم الان شباب طبعا لازم مثل ما انتم شايفين شباب لازم نخلط البطاقات طبعا ما لازم ملاحظين ما يعني نشوف من وراء الاشياء الموجوده في عندنا هون فوق على الزاويه على اليمين عن السنايبر والاي كي، تحت السنايبر والاي كي عندنا السكار، تحته في لبس بنتين مع ايه حبيبي والله على اليسار بوسط عندنا الاسلحه العاديه. خلينا نخلط وعلم وندخل بالوضع ها مبينه شايفين هولي. الان شباب حان وقت هذاك طبعا شباب انا الصراحه يعني بالعاده دائما كنا نضرب يعني بالوسط فهمت علي كيف؟ انه دائما عندنا هيك سبحان الله دائما نضرب الوسط يعني انه موجود فيها، بس ولكن شباب انا هذه المره ما راح اضرب الوسط، راح اضرب في الزاويه اليسار لنشوف الوضع. راح اضرب متدرج شباب، راح اضرب متدرج يعني اضرب هاي فوق اضرب اكمل على اليمين. تمام؟ نشوف الوضع شباب، راح اجرب شباب. اوكي. راح اضرب على الزاويه، لا انا هالمره راح اضرب بالزاويه بالزوايا معلم، لا غيرت رايي. لا والله معلم راح نكمل يمين. خلينا يعني نكمل على اليمين حبايبي. التمانو. سكار حبيبي والله. طبعا شباب يعني والله ما بعرف يعني يا اخي ما بعرف، خلينا نضرب تحت على اليسار لنشوف الوضع لنشوف. يلا روح جنو نطو بيض 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 بيض. اوكي هاي بدها شباب، هاي بدها شفت قهوة صحة فطوركم صحة فطوركم لا هي برمضان صحة فطوركم صحة صح قهوتكم صح فطورك نفس الشيء حبيبي والله. نضرب الان على اليسار شباب خلينا نصحصح يلا ليتس جو تحت. انا اول شيء قلت اضرب متتالي بس ما يعني هذا هو شباب ما راح يختلف شيء يعني ما راح يطلع لي يعني البربر هذا خلاص شباب شفتوه يعني معروف شباب اذا يطلع لي بربر الصراحه شباب اذا طلع لي بربر البي 19 ما راح اجيبه. ليش؟ لانه ما اعرف حبيبي والله. هات لنشوف البي 19 معلم، هيك مجبورين نجيب البربر يا اساطير، بس ثواني شوي حبيبي، اخي اللفه كم بدها؟ 1200 وهل؟ ما عندي 700 قول لي شباب يا لا 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 700 يا الهي يا ماي جاد. اوكي حبايبي الكرام رح نشحن جواهر. اوكي راح نشحن جوار حبايبي مثل ما انتم شايفين 0.9 فاصلة اللعبة حبيبي والله لاحظنا البيض اي بيكون وصل لنا جوار شباب ندخل بشكل سريع. اوكي والان معلم على الف الرامي يلا نشوف مرات شباب دائما بقول لحالي اخر لفة بقول لحالي يعني صدقوني يعني مرات ما اعرف ممكن يعني نجيب الكاميرا على اليسار شباب نرجع الكاميرا مرة ما كانت مرات بقول يمكن اخاف مرات ما يطلع لي من الاخر لفه كمان فهمت علي كيف؟
تمام وهي البربر معلم نشوف شباب حتى البربر ونشوف نعمل هيك مقارنة خفيفة شباب بالغبط طبعا ندخل مثل كل مرة شباب ندخل على التدريب نجربه نظبط وضعه نشوف الأوضاع ندخل على الأسلحة حبيبي والله الآن شباب راح يبلش الجلد يلزم حتى السماعات ليتس جو حبيبي تمام شد جيم طبعا شباب مثل ما انتم شايفين يعني تقريبا عندي كل الشوتجنات الصغيره هذول عندنا هون هذا الاول فيه الضرر تك تك هون هيك هون هيك تمام بس يعني كل واحد هدف فيه هذا فيه عندنا هون شباب سرعه على التحميل فيه سرعه على التحميل وحده ودقه اسطوريه هذا فيه سرعه الحركه المدى راح نجربه شباب راح نجرب شباب راح نشوف وضعه شباب كيف وضعه يعني لوز ولا مش لوز اوكي يلا نروح على البي 19 للرشاش وين اسلحه الرشاش الخفيفه هذا هو بي 19 بالنسبه لهذا بي 19 جبناه من شوي عندنا هذا 2 من الضرر اوكي راح نروح نجربه شباب عندنا معدل اطلاق النار فيه سرعه طلق ومدى يعني شيئين حلوات تمام بالنسبه للاشياء الموجوده عندي شباب هون عندنا سرعه هون دقه مدى ودقه الضرر هون فيه اوكي ضرر معدل هذا اوكي راح نجربه شباب ونشوف وضعه يعني نشوف كيف وضعهم بال 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 بالجيم اوكي حبايبي يلا ندخل على التدريب وندخل يا ستير ونجرب الاوضاع يا حلوين حبيبي والله يلا اوكي البربر الجديد هل سوف يدمر هذاك ولا ما يدمر هذوليك اوكي نجيب البربر شباب نجيب 2 منهم طبعا البربر شباب تعال نجرب شوي نشوف الدقة من بعيد مثلا شو عم يفهم حبيبي والله صوت اللعبة عالية يا زلمة من الصبح حبيبي والله مطي شوي الصوت من عندي طبعا مو من عندكم انتم اذا بدكم توطوا حبيبي والله يلا ليتس جو شباب هات لنشوف معلم طولي بالك معلم بربرجي اصلي معلم بربرجي معلم جاي مبربر ومظبط الوضع معلم وحبيبي والله تعال هون حبيبي هذا شوف وضعه بالهيد شوت يعني بلشنا كريستيانو من الصبح شباب ستعرفوا دبخوني بسم الله هذول المعلم تعالوا قول لي هيد شوت 51 بس ولكن شوف يعني الصراحه شباب هذا مستحيل توب يعني اوكي بس كأي شخص مثلا ما عنده البربر الناس يجيبوه او اي شيء فهمت علي كيف؟ يعني شيء حلو هذا شوف لانه شوف هذا البربر يعني ما في اذا في خاصيات الاسلحه بيخربوا شوي بالاسلحه بس ولكن ما يخرب شيء شباب بس يعني بس سرعه المشي بتكون بطيئه بحط له كيري معلم ولوز اللوز يعني يعني كلش يعني بوزيتيف معلم حبيبي والله يا زلمه ايش داخل رنك كده انا ولا داخل روم ولا شو داخل انا شباب اقسم بالله داخل تدريب انا حبيبي معلم خلينا ندرب الوضع على رواق يا زلمه تعال نشوف وضع هيد شوت معلم حبيبي والله شوف اقسم بالله شباب هذول ما اعرف هذول معلم فايقين و محميين تعال يا زلمه نجرب البربر يا زلمه روح يا زلمه شفنا شيء واحد حبيبي والله هذا معلم شو يا دخيل الله ما عم لحق نشوف شيء اقسم بالله شباب هذول شوف ترجات فوق يا اخي انا ما بنفع شوف هذا ابلع ولك خرب بيت سنتك منك لو ها هي نلعب شباب نظبط الوضع شوف هذا بالسيف عم يطلع طبعا فيه سرعة الطلقة السريعة شباب ما بعرف اذا لاحظتوا شوف يا الله لاعب رانك ثلاثة ولا شو لاعب حبيبي والله اوكي معلم انزل بشكل سريع جدا بدل جميل والله يعني هيجتات يعني حلوة يعني شباب يعني سلاح جميل يعني راح ول 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 هرش هذا معلم اوكي حبيبي خلينا نجرب البي 19 لان وشوف شو وضعه طبعا البي 19 فيه سرعه تمام البي 19 معلم اوكي نحط له شغلاته وعملاته واشياء جميله جدا اوكي ما اعرف شو كمان بنحط للبي 19 طيب شوي نجي لهون
بي 19 ليديز اند جنتلمان. تشوف حبيبي والله وضعنا لوز لوز. اوكي 24 شاب يلا نشوف 13 13ات الهيد شوتات 132 هون هيد شوت 132 24 حبيبي والله. مية واحد مية بالبوت 15 بالبوت كبير. اوكي هات ندخل نجرب شباب ونشوف الوضع بالتدريب. يا بوي هلا هلا بالحبيب هلا. طول بالك معلم هنجي لهون نشوف. يا سلام قولي يا الله شوف هذا وين واقفين. يا الله شو عم بيعملوا جوا هذول؟ اقسم بالله شو عم بيعملوا جوا هذول كلياتهم دخيل الله؟ شو عم بيعملوا جوا هذول؟ يخرب بيتهم والله شباب الصراحه الشباب الحلوين. شوفوا شوفوا يعني ترتيبي معلم اخر ترتيب ماني مصحصح اقسم بالله ماني مصحصح حبيبي والله. طول بالك طول بالك ابلع يا زلمه تلعب لي ون شوت معي. حشيشه 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 معلم هدول معلم حبيبي والله اليوم معلم الشباب مصحصحين وضعهم لوز لوز. وي هلا يا اخي ابلع ابلع انت كمان ابلع والله معلم مش مشي صراحه يعني مش مشي معلم. هنجيب هيد شوت معلم مع السكوت. يا بوي اوه ماي جاد والله شيء حلو جدا. بدنا نصحتك يا بس بدنا نصحتك يا معلم. لا لا اوكي لازم نشوف الاخير معلم حبيبي والله. لا والله ما اشبه شيء يعني شباب هذا كمان شباب يعني اتس كول اتس كول ما اشبه شيء يعني مش الاسلحه التوب التوب شباب بس بالنسبه للاشخاص مثلا جايين بسبب اللعبه وما عندهم غير هذوليك سكنات الاسلحه هذول يعني بيظبطوا الوضع فهمتوا علي كيف. بس حبيت اجرب شيء شباب بالبربر اجرب شيء بالبربر شباب. بالنسبه بي 19 اقيمه 5 على 5 البربر شباب يعني بالنسبة لأنه في برابر أفضل منه، أوكي؟ هذا كمان قيمه 5 على 5، 5، فهمتوا علي كيف؟ بس ولكن أنا طول بيضرب 17 هذا، أوكي؟ دقته يعني هي دقته دقته الحلوة، فهمتوا علي كيف؟ 15، أوكي، أشوفهم بعيد ما في، بعد الشيء، يعني شوفهم قبل ما الدقة جميلة جدا معلم. ندخل نشوف بشكل سريع مرة ثانية يا شباب نجرب البربر، نتأكد حاول أتأكد من الشغلة. يا زلمه يا زلمه يا زلمه معلم 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 صل على النبي صل على النبي ابو سجره. وطع ابلع يا ولد معلم هذا شيء يا زلمه كلنا علي يا اخي الله يا اخي روح اتقتل ونيك يا حبيبي روح اتقتل ونيك معلم. لوز اللوز هذا معلم حبيبي والله. شو راح نعمل هذا؟ معه اي كي ودمي 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 تعبان عم يضحك. تعالوا تعالوا تعال 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 كريستيانو يا الله كريستيانو يخرب بيت سنتو يا زلمه شو هلا بالقلابة شباب حبيبي والله سلامات عافية الله يخليكم لهون بس شباب هدول رح يجيبوا لي جلطة اقسم بالله من الصبح حبيبي الكرام هيك بيكون تمام مقطعنا اليوم يا اساطير والله انا شباب انا بدي اكمل قهوتي على رواق اوكي. هدول معلم كريستيانو يوم معلم بس بالنسبة للسلاعين مرتبين تقييم 5 على 5 اتس كول اوكي بالنسبه للمعدن يعني ما جايب السكين او اي شيء فهمت علي كيف حبايبنا. هيك بكون تمام مقطع اليوم يا اساطير لا تنسوا تشاهدوا المقطع حطيت لكم تحت بالوصف يا اساطير ونشوفكم مقاطع جديده يا حلوين
نشوفك على خير، سلامات.